قوية واجهها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في هذا الاجتماع الموسع المنعقد بأكادير حول موضوع البناء العشوائي الذي اجتاح عددا من مناطق المدينة وضواحيها، مؤكدا خلالها على أنه لا هوادة مع البناء غير القانوني ومع المتورطين فيه. الحكومة بذلت مجهود كبير في ميدان السكنة والتعمير، ولا سيما في تقوية السكن الاجتماعي وكذلك بتخطيط وتاريخ التعمير، لكن رغم ذلك بان مؤخرا أن هناك بعض البنيات العشوائية، والموضوع بالأساس كان يهم هذه النقطة، والحمد لله خرجنا في إطار الاجتماع بالتوافق. رسالة السيد الشرقي الدريس رافقتها دعوة لكافة المتدخلين في مجال التعمير إلى التصدي بقوة لهذا النوع من البناء، وأكد التفكير الجماعي الكفيل ببلورة أفكار تساعد على حل إشكالية السكن بهذه المناطق. حنا اليوم كنسجلوا بارتياح ان السلطه مستعده باش تطبق القانون ضد هذوك المضاربين العقاريين اللي منذ سنوات وهم كيحاولوا باش يخرجوا على هذه المدينه. والوضع في أكادير ربما كتختلف مع المدينه ديال مع الوضعيه ديال بعض الجماعات القرويه اللي هما في المنطقه. لا بد يعني التوفير ديال الوثائق ديال التعمير، تسهيل ديال المساطر، مجموعه ديال الاجراءات يعني تكون مواكبه باش الناس يلقاو متنفس، لا سيما بالنسبه لنا يعني العالم القروي. حنا جلبنا الدرقه، جلبنا اورير، سيرتي التمر، مجموعه ديال المناطق. هذه المناطق يعني خاص تسهيل ديال المساطر ديال البناء ديال الناس يعني في العالم القروي. وللإشارة فقد تمكنت مصالح الأمن بمختلف تشكيلاتها من هدم أكثر من 1000 مسكن عشوائي مشيد فوق الملك الغابوي بدوار غيل الدردور في اليوم الماضيين، والعملية ما زالت مستمرة حتى القضاء النهائي على مختلف البنايات العشوائية التي انتشرت بمناطق أكادير ونواحيها منذ شهر أبريل الماضي.